هما الاخوان هالمكان المتواجد فيه السيد ميمون هانتوما حدا التعاونيه، هو قرب من التعاونيه، ما عرفتش الاسم ديال ديك التعاونيه راه المشجيد. هانتوما ها المكان التواجد بائع الخفة اللي درت جا في اليوتيوب، هذا هو السيد ميمون. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. توا عند الاخ ميمون، هذا هو الخرفان ديال الاخ ميمون. ها هما الهاشي مع واجي هما هذوك ديال ها هما هذو مبيوعي تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله الله يسخر. ثم ها الكوري ديال الاخ ميمون تبارك الله ما شاء الله. ها انتم شوفوا ها العلف اش نتي علف، ها انتم ها العلف ها العلف هاي الضرا والشعير الضرا والشعير وشنو اخر والنخالة الفول والخرطان الكليخه زاد لكم حتى الكليخه. انتم ها الكوري ديال الاخ سعيد، ها هو اخ ميمون تبارك الله ما شاء الله. ها المليح ها المليح تبارك الله.